اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من فولو اب معي انا يارا. بحلقتنا اليوم رح نشوف الوضع المأساوي بالمخيمات بالشمال السوري والحراره والضرر اللي سببته درجات الحراره العاليه. الخيمه ما بترد حراره الشمس ابدا، بالعكس بتزيد الحراره، عم تحبس الحراره هون جوا. فتحات التهويه صغيره كثير. ننتقل للبنان وازمه المحروقات والكهرباء اللي ما بتخلص وتذمر الاهالي من الوضع. وبالعراق الفساد وسوء مقومات الحياة خلى الناس تعبر عن غضبها بأساليب مختلفة. انتم شنو من بشر؟ شنو من ملة؟ شنو من حكومة؟ شنو من وضعية؟ من الساعة 5 الصبح ولغاية الآن كهرباء ماكو؟ من الجزائر خبر لأمانة عامل رجع مبلغ كبير لأصحابه. خلى هذا المبلغ هذه أمانة إن شاء الله ترجع إلى أهلها إن شاء الله. هاي الأخبار وتفاصيلها وتفاعلكم بحلقتنا لليوم، خلونا نبلش. ساكن بخيمة جملة بنسمعها بآلاف التقارير اللي بتطلع من الشمال السوري، لكن حتى نعرف جانب واحد من جوانب هاي الجملة اللي صارت بتعدي على مسامع المشاهدين مرور الكرام، لازم نشوف هذا الفيديو اللي صوره الناشط أنس المعراوي من أحد خيام الشمال السوري. طبعاً ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بالشمال السوري وخاصة بالمخيمات. طبعاً الساكن ببيت أو تحت مروحة أو ببيت معمر ما بحس بهالحرارة مثل ما بحس أهلنا هون بالخيام. الخيمة ما بترد حرارة الشمس أبدا، بالعكس بتزيد الحرارة، عم تحبس الحرارة هون جوا. فتحات التهوية صغيرة كثير، ما بتدخل الهواء، حتى لو في هواء عم بيجي هواء نار كثير مثل ما كنتم شايفين. يعني أنا خلال دقائق بلش صب عرق، بقى مع بالكم أنه الواحد النازح، اخواننا النازحين قاعدين في قلب الخيمه ليل نهار، يعني الله المستعان. الحراره بشكل كبير، يعني اكثر شيء بيحتاجه النازح اقل شيء لوح طاقه، بطاري ومروحه. احد سكان الخيم حكى عن معاناتهم بالتزامن مع وجود اطفال عم يحاولوا يخففوا عن اجسادهم الضعيفه حراره الجو بطرق بدائيه. الحراره برا تتجاوز ال40، فالخيمه بيكونها فوق ال60، ليش انها اكثر من 60؟ ليش النايله ومحبوسه مغلقه؟ طبعا صرنا نتصبب عرق فعلا، يعني حراره لا تطاق بقلب الخيمه، لا تطاق ابدا. يعني الاولاد الصغيرين هون عم بكتوا على حالهم مي، بحطوا طشت صغير كيل وبكتوا على حالهم مي بس ليبردوا شوي، سبب انه مثل ما كنتم شايفين بالخيمه كلياتها ما بتلاقوا بطاريه، ما بتلاقوا مروحه، ما بتلاقوا اي شيء يعني يخفف عنهم هالحراره. هالخيم اللي ردوا يقعدوا فيها النازحين مكان خطر جدا بالحر. خيمة لأحد النازحين بريف إدلب الشمالي احترقت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خلونا نشوف تفاصيل الحادث. هاي الخيمة مدينا نحن شرطان لوح الطاقة الشمسية إنارة يعني، وارتفاع درجة الحرارة عمل ماس حرق الأرضية، حرق المات كلياته، بعدين أخذ قسم من الشادر وقسم من البطانيات المنتشابين اللي حاطينها على الحيطان. الصبح بكير الجيران سمعوا، شافوا الدخان طلع وسمعوا صوت العيال، اجوا عالم بالتراب وعالم بالمي، ولحتى الحمد لله طفينا قسم من الخيمه. الصوره بابعادها المعروفه بتعجز انه تنقل مشاعر العايش بالخيمه، خلونا نشوف المتفاعلين مع الموضوع شو قالوا. تعليق بيقول: والله استوينا صار لنا 5 سنوات بالخيم، بدنا ناشد مين؟ كلهم حراميه واطفالنا كل يوم بالمشافي، ولك اخي شقق عمروها، ما عم يسلموها الا بالواسطات. اما عبد الرحمن فعم يقول: تفضل وتفرج، والله خيمه نار حمراء واولاد صغار كل النهار نقعوا مثل السوس، لسه غير الحراره وعقارب كثير وحيايا، وعم ندور على بيت درويش فزعان على الاولاد من الحشرات، وما في غير بيوت كله بيقول لك بدي 100 دولار اجار البيت، الخيمه اشرف والله يفرجها. تعليق من كرمه بيقول: انا عشت بالخيمه 2 سنين، وقت يصير شوب كنا رح نموت، الله يكون بعون العالم. تعليق اخر بيقول: نحن بمخيمات اللجوء بعرسال نعاني الامرين من شده الحر. اما احمد فعم يقول: فوقنا خيمه وشمالنا جدار اسمنتت من امتار، وجنوبنا نظام فاسد ظالم متجبر، شو بدنا نعمل؟ ممكن تقولوا لنا؟
لبنان بلد الأزمات المستعصية، فيه بتلاقي تناقضات السياسة والمجتمع. فيديو لشارع ببيروت، بأول الشارع في افتتاح لمحل تجاري ورقص وغناء، وبآخره مظاهرة ودواليب شغالة لحتى تقطع الطريق. خلونا نشوف معكم. العالم كله مبسوطة، الله ايوه مبسوطة العالم، ما في مشكلة، مسكرين الطريق مبين. لا وزع عليه هون. يه 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 يه. فيديو تاني لمواطن لبناني يقال انه حرق آليته لانه لما راح يعبي بنزين قالوا له دبر حالك. ياسر عودة معمم لبناني طلع حكى عن الطبقة السياسية بلبنان اللي عم بتقول للبنانيين اصبروا. بيطلعك وزير ونائب وما بعرف مين ورئيس وزعيم بيأمرنا بالصبر، وما النصر إلا صبر ساعة. طيب أمير المؤمنين صبر مع الناس، بس يا حضرة النائب ويا حضرة الوزير ويا حضرة الزعيم، حضرتك عم تيجي عندك الكهرباء ولا مقطوعة مثل ما مقطوعة عنا الكهرباء؟ فهمني. حضرتك عندك شي مريض عنده أكسجين وما عم يوصل للأكسجين وبده من الله ونتفة كهرباء ليمشي مكنة الأكسجين؟ والله أنت ما بتحس بهذا الشي ولا رح تحس. حضرتك بتلاقي بنزين توقف بالصف؟ حضرتك عشو عم تأمرنا بالصبر؟ عشو؟ تأمرنا بالصبر وقت اللي بتكون مثل حكايتنا. اللي بده يأمر الناس بالصبر بده يكون مثل حكايتهم، بده يعيش الألم مثل حكايتهم، بده تنقطع عنده الكهرباء مثل حكايتهم، بده يجوع مثل حكايتهم. أما أنه يأمرهم بالصبر يخرس، مش أهل أنه يأمرهم بالصبر مين ما كان يكون. أزمات الكهرباء والمحروقات بلبنان هي مو بس حديث الشارع اللبناني، هاي الأزمات صارت جزء من حياة اللبنانيين. لهيك منلاقي تفاعل كبير من اللبنانيين مثل طوني اللي قال إلى الذين يطلبون من الشعب التحمل والصبر وعدم النزول إلى الشارع، عندما يدفع هذا الشعب راتب رئيس الجمهورية وميزانية قصره، ويدفع راتب رئيس الحكومة وموازنة قصره، وراتب رئيس مجلس النواب وميزانية مجلسه، ورواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ناهيك عن مئات الآلاف المتقاعدين. وما كان عمل كل هؤلاء هو هدم مقومات الحياة في لبنان وتجويع هذا الشعب وذله وإهانته. هل استكثرتم عويل وصراخ هذا الشعب الذي يدفع ليعيش الزعيم والرئيس والوزير والنائب ويموت هو وأولاده، أي الشعب؟ أما زينف عم تقول يا حرام جنة العالم الله يفرج عليكم. تعليق من أبو هلال بيقول حتى لو شكلوا حكومة ما رح يمشي الحال، المشكلة بالطبقة كلها فاسدة وبدها غيار. تعليق آخر بيقول ادعو الشعب أن يصف كل سياراتهم بالشوارع العامة ويغلق الطرقات على السياسيين ويذهب إلى البيت. برحلة سريعة من لبنان لسوريا للعراق، بنلاقي هدول الدول اللي بتسيطر عليها أزرع إيران عم تحتضر ومؤسساتها عم بتنازع لأسباب كتيرة وأهم الفساد. مواطن عراقي دفعوا الحر الشديد لحتى يسجل فيديو داولوه العراقيين على صفحاتهم. خلونا نشوفه مع بعض. عمي الله لا يوفقكم، الله لا يستركم، الله لا يشافيكم بحق محمد وآل محمد، ولكم دمرتونا الله يدمركم، الله لا يوفقكم، الله لا يستركم على هالدقة هاي، ولكم بال 2021 ولحد الآن نتمنى ساعتين بساعتين كهرباء، ولكم وين احنا؟ ولكم احنا وين؟ ولكم مليارات صرفتوها على الكهرباء وساعتين بساعتين ما تقدرون تجهزون المواطنين؟ انتم شنو من بشر؟ شنو من ملة؟ شنو من حكومة؟ شنو من وضعية؟ من الساعة 5 الصبح ولغاية الآن كهرباء ماكو؟ ليش؟ ولكم ليش أطفالنا موتت؟ ولكم عوائلنا موتت ببيوتها؟ ولكم لا نقدر نطلع بالشارع؟ درجة الحرارة 50%، ولكم وين نروح؟ وين نهيج؟ وين نطوجوهنا؟ الله لا يوفقكم والله. ولكم عيب عيب 2021 ولازلنا نستجد ساعتين بساعتين، ولكم هالمليارات الدولارات اللي يصرفونها سنويا لتحسين الطاقة الكهربائية وين جاي تروح؟ الثلاثة الماضي كان في اقتحام مئات العراقيين الغاضبين لمحطة كهرباء الناصرية بمحافظة زيقار جنوب العراق بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن المنطقة. بالمقابل تداولت وسائل إعلام عراقية ودولية نبأ استقالة وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش. طبعا هذا الشيء صار بعد دعوات أطلقها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق
وقال فيها بسبب عدم قدرته على حل المشاكل الحالية التي يعاني منها الشعب. من جانب آخر، أعلنت صفحة خلية الإعلام الأمني عن إحباط ما وصفته بعدد من المحاولات لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية، وكان بآخرة بمحافظة ديالى، وأضافوا حيث قتلت قواتنا الأمنية أحد الإرهابيين بعد نصب كمين محكم له أثناء محاولته زرع أبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى. الشارع العراقي الغاضب كمان عبر عن موقفه من أزمات العراق وحمل الطبقة السياسية مسؤولية تدهور هذا الوضع الخدمي بالبلاد. وخلونا نشوف مع بعض شو قالت الناس. تعليق من إيمان بيقول: أستغرب من الشعب اللي ساكت وما يسقط الحكومة على هاي المهزلة اللي نحن عايشين فيها. أما مؤمل عم يقول: كهربا تعبانة وقاتلنا الحر والبصرة، يعني عم تنقتل، وين نروح؟ وين نولي؟ خلي يشوف الكاظم. أما محمد فعم يقول: قصة سياسية بحتة، دول الجوار ما بدها كهرباء تستقر والشعب يرتاح، هلأ نص الشعب بيروح بينتخب وبيبيع صوته بكارت أبو الخمسة. أم عبدالله عم تقول: الشعب ساكت على ضيمون، لو منصير إيد وحدة ونطلع كلنا عليهم كان من زمان تغير حال العراق، لكن سكوتنا هو اللي وصلهم لكل هاد اللي جاية رح نعاني منه، عم نعاني منه من سنين. فيديو ما بيتجاوز النص دقيقة نشره عامل بمطعم جزائري غزا فيهم صفحات الجزائريين وقلوبهم. العامل لقى مبلغ 55 مليون سنتيم جزائري، المبلغ كبير ولكن أمانة العامل كانت أكبر من أنه يفكر أنه ياخذهم. العامل صور فيديو ووثق فيه وجود المبلغ عنده وبانتظار يجي صاحبهم وياخذهم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عامل في مطعم يومي، حصلت على شفت يعني أحد زبناء خلى هذا المبلغ، هذه أمانة إن شاء الله ترجع إلى أهلها إن شاء الله. هني شوية دقيقة. شكرا، بارك الله فيك، الله يرجع أمانة. الجزائريين احتفلوا بأمانة محمد، ومن التفاعل اللي صار على الفيديو اخترنا لكم بعض التعليقات. فاطمة قالت: للأسف فعل خير وأمانة، صار شغلة غريبة بوقتنا، مع ذلك الحمد لله ويعطيك صحة يا ابن ولايتي. أما بيرل أو بيرلا عم تقول: تفكرت حادثة صارت لي مثل هاي، رجعت المصاري لصاحبه، ولكن الغريب الموضوع أنه ما سمعت منه ولو كلمة شكر، أخذ مصاري وبلش يعدون وراح. تعليق من سيد أحمد بيقول: أخي هذه مش حاجة كبيرة، هذه عادي كتير بالنسبة للإنسان مربى وبيخاف ربه، كنت قادر ترجعهم بلا ما يديروا فيك فيديو وجماعة دار فيديو باش ويقتادوا فيه، أنا منقلك مربى. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم بكرة بحلقة جديدة، لا تنسوا تابعونا على أوريانت وأوريانت بلس، ومشوفكم بكرة.